حسب رايك انت شنو اكثر حاجه تعطل المشاريع في بلادنا؟ ياه الاداره التونسيه فريمون الا ما رحم ربي الحقيقه، فما وحود ربي يرحم والديهم ويبارك لهم والله. تولي تبكي بالعمل على ما تتقهر، معناتها ما تمشي باش تاخذ ورقه امبوسيبل باش تاخذها في وقتها الا قلت لك نادرا، سينو انت عبد والله صدقني معناتها عبد يعيش على اعصابه نهار كامل ماشي كاين باش يعدي الباك، هاني يعدي الباك والحمد لله يا ربي، معناتها انا باش اخذ ورقه والله الشعفة الهاجس بالنسبه للمواطنين صحيح. اي 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 والله يا بنتي احسن حاجه باش يعملوها يشوفوا الاداره كيفاش يرقمنوها يعملوا حاجه. انا فما حاجات تحب لها سنين باش تعمل وفما حاجات تو عاجلا غير اجر والله والله يا بنتي الاداره الإدارة التونسية كيفاش ورقة جيب ورقة أرجع غدوة أرجع بعد غدوة الإدارة برجولي الإدارة التونسية أكثر حاجة تعطل مش تمشي حتى تجبد ورقة تاخذ ورقة يحبلك نهار كامل الساعة البيروقراطية ما قيتها في تونس للأسف، معناتها يطلبوا عليك معناتها كيلوغرامات كيلوغرامات متاع أوراق إفكتيفمون فهمتني. ما نطولش عليك، سمعت في تاكسي فهمتني يحكيوا في الراديو مشاريع في زغوين تقعد 20 و30 سنة باش معناتها ليزانفستيسور معناتها المستثمرين باش يستثمروا في تونس يحب لهم 20 و30 سنة باش يوافقوا لهم حتى على المشروع سيترو سيترو يقعد 10 و20 سنة اصلا معناتها الفكره نتاعو فهمتي واقفة الفكرة نتاعو واقفة على رخصة والي بيروقراطية للأسف بيروقراطية ما قيت هي الإدارة تو سامبلومون الإدارة تمشي باش تقضي حاجة ديما يقولوا لك يعطلوك معناها في أقل حاجة وكما تعرف توانسة كلها أرجع غدوة هذيك حاجة معروفة فهمت و بلوس كو سا زاد المواطن التونسي كيف يحل المشروع ما يحبش يخدم حاجه صحيحه فهمت ديما ماذا بيا يخدم في النوار وتي تخدم في النوار ما تنجمش تطور مشروعك فهمت اذا كان تمشي امور قانونيه عندك سينساس عندك قباطك عندك واحد تنجم توصل تكبر مشروعك كيف ما تحب واذا كان يمشي من في النوار وكل المشروع يقعد محدود في بلاصتو فهمت تنجمش يطوره. اولا هي بلادنا باهيه وعندنا برشا مستثمرين يحبوا يجيو يستثمروا في بلادنا ونحن صحيح بروسيدور اوراقنا باهيه وقرايتنا صعيبه ومستعرفين بها عالميا كسوا قرايه ولا استثمارات لكن ينجموا يبسطونا شويه الاوراق خاطر كي باش تمشي انت اي ابسط حاجه القباضه باش تمشي البوسطه باش تمشي البنك الاجراءات باش تمشي على ورقه تمشي ترجع 200 الف مره باش توصل للورقه الصحيحه اللي يلزمك تطلعها وتخدمها والورقه من ضمن الاوراق اللي حاجتك بها. البروسيدور هي صعيبه لكن اوراقنا هي اللي تعطل برشا حاجات. نشوفوا في اي بلدان اخرى تلقاه مثلا ام دافير ولا فام دافير تحب تعمل مشروع في بلادها، نعرفوا الناس الكل يبداو متغربين يحبوا يرجعوا لبلادهم اون فان كونت، لكن كي يحبوا يعملوا مشاريع يتهربوا من الحاجه هذه علاش؟ من مساله الاجراءات والاوراق. اليوم المشاكل تاع المستثمرين سواء كان الصغار الكبار في تونس ولا خارج تونس يقول لك انا من باش نحل باب كبير على روحي مش نحل باب كبير شوف نسكره شوف ليه تلمو الاجراءات مو طوله ومو عقده. فما كي يبداو مستثمرين في الحاجه هذه يعملوا يعملوا ادجوان والا يعملوا يعملوا تحتهم تحتهم مدير عام ويبدا يعمل له توكيل كس هو ويقعد يعمل الاجراءات نتاعو ويفوض له برشا حاجات ويبدا هو في بلاد اخرى يعمل بروسيدور السهله وفي الاخر بالكل كي يرجع لبلاده يلقى الادجوان نتاعو ولا يلقى المستثمر نتاعو موجود. دونك برشا مستثمرين نلقاهم في تونس ونعرف برشا اصحابي واحبابي عاملين نفس الحكايه هذه يوكل عبد في بلاده تو تمشي للقهاوي تمشي برشا ريستورونات مضخمه لكن هو يجي يعمل رقابه ويعمل كونترول ويتعدى على روحه كهو. فما عباد اللي تقعد عندها الصبر ويقول لك مثال شفوض لي انا ونعمل انا برشا حاجات ونقف لك انا على رزقك ونعمل اجراءات الكل ويخلي نفس مومنا ويقدلوا البروجي نتاعو. برشا جاي وكتبوا عليهم في الصحافه وكله وعباد من البرة معناتها توانسه في البرة وجابوا راس المال نتاعهم وجابوا حبوا حل مشاريع في تونس والله وتلما كما قلت الاداره اللي تعطل مشاو معناتها البلدان اخرى شقيقه وصديقه وحلوا غاديك فريمون
الله غالب. في هذه يمكن زاد يكونوا في ناحيه القوانين، فما معناها في القباضة فما برشا خلاصات وفما برشا حاجات هي تعطلهم، فهمت، وما يشجعوش، فهمت، احنا كإدارة تونسية ما تشجعش المواطنين بالخارج باش يجوا لهنا. اذا كانت تحل لهم افاق وتحل لهم تعطيهم معناها الدلوع معناها تسهل لهم يوليوا يجوا، اما ما مش عطيتهم الفرصة، فهمت، انا دمنا فيها الكافية باش تشجعهم ويجوا لهنا وكل. يمشي يجي يمشي يجي يمشي يجي، جيب الورقة الفلانية، جيب تمبري، جيب درا شنو، ديجا هو يفد قبل ما يعمل المشروع نتاعو، كي هو يخدم في ناس وهو باش يخدم لك عائلات، فهمت كيف هو يخدم لك في عائلات، تجي انت معناها الريق نتاعو كيما نقولوا يشيح، ولا الريق نتاعو يشيح باش يعمل حكاية ومن بعد في الاخر ما يوصلش باش يعمل حكاية. شو الحل حسب رايك؟ انا قلت لك الحل في الإدارة التونسية تحاول تسهل الأمور على المستثمر اللي باش يجي، اللي باش يحل مشروع، اللي باش يخدم عائلات، حتى باش يخدم زوز ثلاثة، راهو هذوكم عائلات زوز ثلاثة، خلي فما بالك اللي باش يحل أنت مشروع كبير، معمل، شركة، حاجة، سهلوا له الأمور، حلوا له، خليه يخدم، عاونوه، دزوا معاه، تونس كل تخدم وتولي تونس لاباس. حتى المشاريع اللي جاونا معناتها في بيريود الثورة، معناتها ثلاثة أرباع نتاعها مشات للمغرب، وهذا الكل علاش؟ على خاطر التعطيلات اداريه وتعطيلات ماليه، او جيب لي الورقه هذيك وجيب لي الرخصه من عند فلان ورخصه من عند فلتان. للاسف حسب رايك تنجم تتبدل العمليه ولا لا؟ اول حاجه المجال نتاع الاستثمار لازمها تتنقى، وثاني حاجه لازمنا نعصروا في الاداره نتاعنا، لازم تعصير الاداره باش نتجاوزوا، فهمتك، التراكمات نتاع 50 سنه، فهمتني، وش باش نقول لك، لازم معناتها لازم الاداره نتاعنا تتعصر باش نجموا معناتها نتجاوزوا معناتها القديم ونعاودوا نبداو من جديد. برشا شباب اليوم يقول لك انا المشروع حلم تحياتي سلمت فيه، هذه النتيجه، هذه النتيجه للبيروقراطيه. اذا كان معناتها عبد يحب يستثمر في تونس بشكل معناتها لقمة بالحلال، أنت هكاك معناتها تقتل له طموحه، كي تقعد توخر له العام الثاني الثالث هو بتبيعته باش يبرد عليه، باش يبرد عليه باش يشوف معناتها طرق أخرى باش ياكل الخبز نتاعو حتى ولو بالحرام. للأسف وتوا كثر الشيء هذايا للأسف الشديد. هذا في مزار لبلادنا نو؟ بتبيع بتبيع بتبيع. إذا كان معناتها الشباب توا اللي يقول لك معناتها يحك راسه توا نمشي للتاتيك، للتاتيك قداش من باش معناتها يمشي للبريفيك، فهمتي، اتعس واتعس. اذا كان معناتها ما يوفرش معناتها هو معناتها ما يخممش وما يخدمش بيده هو باش يقعد عاطل عن العمل، وباش تصير تراكمات، وباش تصير تراكمات نتاع البطاله، فهمتني، والجينيراسيون فهمتي تبدا بطاله وتجي بعدها جينيراسيون اخرى بطاله، البلاد بطبيعتها باش تبرك هكا. احنا توا بلادنا مستحقه استثمارات سواء كان كبيره صغيره، مشاريع يد عامله مستحقين هذا الكل، كيفاش نشجعوهم؟ انا قلت لك يلزم الدوله يا خويا تمد يدها والقوانين، بربي بربي يا مجلس النواب ولا اللي يليه بيهم، بدلوا القوانين، خاطر ما عادش تواكب العصر، من العصر يكون من احد حتى قبل الاستقلال بالحق، راهو فما قوانين قاعده اكل الدهر عليها وشرب، يلزم تبديل القوانين باش الاستثمار كما قلت يبدا ماشي. الاداره التونسيه يلزمها ما عرفش انا، يلزمها رسكلة، يلزمها خدمه، ما نعرفش شنو لازم يصير وكاو سيرتو في امور هذه مشاريع صعيبة تو. تو هاو زادوا حكاية البرمي نتاع الموتورات، زاد تو زاد دخلوها في حياة العباد برشا برشا، ولا بالحق تونس باش تولي يلزم يسهلوا الأمور، أنا فاهم يلزم يعملوا حاجة وكاو يسهلوا الأمور على المواطن. إيجا فما دول راهو في 24 ساعة تحل شريك. لازم الحكومة هي اللي تشجع، الحكومة هي اللي تشجع، احنا كمواطنين وكتوانسة وك ما تنجمو نعملو حتى شيء، هي الحكومة هي على رأسها، معناها رئيس الحكومة والكل ما هو اللي يشجعهم، لازم تبدل برشا قوانين وكلها باش تعطيهم الفافور باش يتشجعوا أول حاجة باش يجوا لهنا، إذا كان تشجعوا جاوا هنا تبدا توصل لدبي.